هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا زوايا وأضرحة كثيرة، والدولة لا تمنع هذه الأشياء بل توافق عليها وتشجعها. سؤاله: هل يجوز لنا أن نكسر هذه الزوايا بحيث لا يترتب علينا ضرر في هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إلا للسلطة، اللي بيده السلطة يزيل المنكر بيده، اللي له سلطة يزيل المنكر بيده، فيهدم القبور والأضرحة ولا أحد يعترض عليه لأنه سلطان. وأما الذي ليس له سلطة فلا، إنما ينكر بلسانه فقط ويبين للناس بلسانه، ليس له سلطة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما جاء إلى العيينة فيها قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في وقعة اليمامة، كان عليه قبة وكانوا يطوفون به وينذرون له، وكان ينكر عليهم بلسانه ولا يستطيع غير ذلك، ينكر عليهم ويقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذا. فلما بايعه الأمير، أمير العيينة بن معمر، على السمع والطاعة والمناصرة، جاء هو الأمير والأمير هدم القبة هذه بحضور الشيخ، يعني صار معه سلطة. نعم.